احنا اليوم بحاجة الى معارضة رصينة وحكومة ايضا قوية بكتلة قوية. لهذا السبب لا يمكن تجزيء الكل، ولا يمكن يعني مشاركة البعض والبعض يذهب احنا ما نريد، نريد هذا وما نريد ذاك. ما يمكن الاختيار في تشكيل الحكومة، الباب مفتوح للجميع، هذا ما طلقه التيار يعني الاطار التنسيقي والمتحالفين معه، وايضا ما طرقه ايضا يعني اليوم السياده والديمقراطي في بيانهم الذي اصدروه يعني ظهر اليوم كان ايضا واضح، نحن مستعدون للتفاهم وللتوافق، لكن احنا مع الاطار يعني مع التيار الصدري. ممكن ان يكونوا هم مفتاح الحل، يعني هم يقنعون السيد الصدر بالمشاركه بحكومه او اغلبيه وطنيه موسعه يشترك بها مو الجميع، يشترك بها معظم الكتل الفائزة على شروط معينة، على برنامج حكومي ثابت، وتنطلق بعدها إلى حكومة الفضاء الوطني والمعارضة الوطنية. ولهذا السبب أتوقع أنه الأيام القادمة والمبادرات القادمة هي ستكون الحل. يعني أنا قلت لجنابك الكريم أيضا هناك اجتماع اليوم للإطار التنسيقي يعني بعد قليل، وسيصدر عنه أيضا مبادرة ستكون أتصور أيضا فيها حل ونوع من الحلول اللي راح تطرق في العملية السياسية.